وردا على الاستراتيجية الأمريكية، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقرر لإيران ما يتعين عليها فعله، متوعدا باستئناف البرنامج النووي في الحال، مؤكدا أن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية. يأتي هذا الرد في ظل تعنت النظام الإيراني واستمراره في سياساته العبثية في المنطقة، حيث يرى المجتمع الدولي أن المطالب الأمريكية مشروعة ويجب على نظام طهران تنفيذها، إلا أن النظام الإيراني مستمر في التعنت والسعي لتنفيذ أجندته في المنطقة.